وخصوصاً المملكة المغربية بعد هذين السنتين من الجائحة والتي فرضت علينا تدابير خاصة على المستوى تنظيم الأنشطة المصاحبة للعمل الآخر الذي تقوم به المكتبة فيما يتعلق بالمجموعات الوثائقية التي تقدمها للقراء والزوار وللباحثين. فنحن الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة عن برنامج سيضم مجموعة من اللقاءات العلمية وأيضا مجموعة من القراءات التي ربما قد تكون تقريبا في كل أسبوعين من الإصدارات الجديدة، سواء تلك التي نشرت في المغرب أو تلك التي نشرت من طرف مغاربة أو حول مواضيع تهم المغرب في بلدان أخرى، خصوصا البلدان الأوروبية أو في أمريكا. بالإضافة إلى ذلك ستكون هناك معارض للتشكيل تضم ليس فقط بعض الأسماء اللامعة، بل أيضا وهذا يدخل في إطار عمل المكتبة الوطنية في تشجيع الشباب وإتاحة الفرصة لهم لتقديم منتوجهم وتقديم إبداعاتهم لعموم الزائرين للمكتبة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك ستكون هناك بعض لقاءات خاصة التي تنظمها المكتبة الوطنية والتي تتعلق بالثقافة المغربية ككل، سواء تعلق الأمر بإعادة تنظيم لقاءات حول المذكرات التي كتبتها بعض الشخصيات المغربية سواء سياسية أو فكرية، أو أيضا لقاءات حول إفريقيا، إذ كما تعلمون أن الرباط ستكون عاصمة إفريقيا. وانطلاقا من مجموعة من اللقاءات سواء ندوات علمية أو لقاءات فنية تربط المكتبة الوطنية بمجموعة المكتبات التي تدخل معها في إطار علاقات التعاون والشراكة، سنعمل على أن تكون المكتبة الوطنية في الموعد في طيلة هذه السنة التي تعتبر فيها ستكون فيها الرباط منارة لكل الأنشطة الفكرية والفنية الإفريقية. بالإضافة إلى ذلك كما تعلمون أن الرباط ستكون عاصمة الأنوار هذه السنة، وهي أيضا تتطلب منا بالإضافة إلى تكريم بعض الشخصيات المغربية التي اشتغلت بمجال الثقافة في الرباط، هناك أيضا مجموعة من اللقاءات تتعلق بالأنثروبولوجيا بالتاريخ الخاص بهذه المدينة التي طيلة منذ الاستقلال عرفت تطورا وعرفت امتدادا كبيرا على جميع المستويات، وإن كان نحن المستوى الذي يهمنا هو المستوى الثقافي الفكري.